كثر في هذا الوقت قص الشعر من قبل النساء، وإذا نصحناهم قالوا التقوى ها هنا وأشاروا إلى قلوبهم، فما حكم ذلك؟ قص المرأة شعرها من باب العبث أو طلب الزينة لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن شعرها جمال لها ويبقاؤه جمال لها، لا تقصه. أما إذا قصته من باب الحاجة ثقيل عليها وكثير ويشق عليها وتخفف منه من أجل دفع المشقة، هذا لا بأس، كما فعلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. فالقص إن كان لحاجة غير الزينة فلا بأس، أما إن كان القصد منه طلب الزينة فالزينة في بقائه، وشعر المرأة جمال لها. وما جاء هذا القص إلا لما جاء التشبه والموضات الجديدة، بل من النساء من تقص شعرها حتى يكون مثل رأس الرجل، وهذا حرام. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال بالنساء، فالتي تقص رأسها حتى يصبح مثل رأس الرجل هذه ملعونة، لأنها متشبهة بالرجل. وكذلك شعورهن فتقلدهن، تشوفهن إما بالمشاهدة وإما بواسطة الصور التي في المجلات أو في التلفزيون، وتقلدهن تشبه بهن، هذا لا يجوز. من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.